السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا يا رائعون، نبدأ حصتنا الأخيرة في قصتنا. هل سأطير؟ خطوات درس اليوم: مناقشة التهيئة، مناقشة الهدف، الاستماع للقصة، التوقف لقراءة القصة مرة أخرى بمفردك، مناقشة معاني المفردات الجديدة، مناقشة الفقرة من خلال السؤال والإجابة، تدوين نشاط كتابة في الدفتر، وأخيرا مع التقييم الختامي. أما الآن فمع التهيئة. أثناء بحث الديكي عن منزل جديد، من قابل في طريقه؟ وماذا اقترح البطريق عليه؟ وما الذي تتوقعه من أحداث في هذا اليوم؟ الهدف أن يستنتج المتعلم العناصر الفنية للقصة، ومعنى ذلك عليه أن يحلل القصة من حيث عناصرها الفنية. ثانياً، عليه أن يستنتج الدروس المستفادة من قصتنا. أما الآن هيا بنا نكمل قراءة قصتنا. هل سأطير للمؤلف محمد العوهلي والرسام ريكي زولمان. هيا بنا. وهكذا انطلقت الطيور الثلاثة في رحلة البحث عن الطائر العجوز عبر الغابات. صعدوا إلى قمم الجبال حتى عثروا عليه أخيرا وكان يتأمل. رد الديك: أوه أيها الطائر العجوز الحكيم، نريد أن نطير، أرجوك ساعدنا علمنا. اقترب منه الطائر الحكيم هامسا في أذنه: وهنا هب الديك منفعلا وانطلق مسرعا بقدر استطاعته حتى أن قدميه لم تعودا تحملانه، وردد: الآن أعرف ما يجب أن أقوم به، الآن أعرف ما يجب أن أقوم به. في اليوم التالي أخذ الديك يصيح: فعلتها، لقد فعلتها أخيرا، أخيرا فعلتها. تلك هي قريتي، إنها صغيرة وجميلة جدا من هنا من الأعالي. كان الديك سعيدا جدا لأنه أصبح بإمكانه الطيران. قال الديك: الآن عرفت أننا جميعا نستطيع الطيران، ولكن كل بطريقته الخاصة. الكلمات الجديدة: قمم، أعالي. العجوز معناها الكبير في السن. ردد، كرر ما قال: جميلة ضدها قبيحة، سعيدا ضدها حزينا، اقترب ضدها ابتعد. أما الآن أيها المتميز وكالعادة، اقرأ الفقرة التالية، ضع خطا تحت الكلمات الجديدة، وحاول أن تجيب عن الأسئلة التالية: كيف رأى الديك قريته من الأعلى؟ ما المقصود بهذا التعبير؟ لم تعودا تحملانه. 3. علامة بحث الطيور الثلاثة. 4. ما الشخصية الرئيسة في هذه القصة؟ 5. ما الشخصيات الثانوية؟ وأخيرا، كيف استطاع الديك الطيران؟ والآن أيها الرائع، قد حان وقت الأنشطة. هيا.
والآن قد حان وقت النشاط الختامي، افتح الرابط التالي ثم سجل اسمك وقم بحل الأسئلة. لاحظ أنه يجب عليك الحصول على أكثر من 80%، إذا كنت أقل من ذلك أعد التقييم مرة أخرى. لا والآن أيها تنسى يا الأصدقاء صغيري افتحوا موقع قراءة عصافير، القصص اقرأوا الموجودة القصة على التي تطبيق حددت لك عصافير معلمك ثم لهذا قم بحل الأسبوع. الأنشطة التي عليها. شكرا لكم صف ثالث، وإلى اللقاء في الحصة القادمة. مع السلامة.